المنتدى الاجتماعي العالمي سيكون مناسبة يشارك فيها عدد كبير من الجمعيات والمنظمات العربية والعالمية، وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أكد انخراطه التام في كل فعاليات المنتدى. المشاركة النسائية والمغاربية ستكون حاضرة من خلال برمجة خاصة تضم ورشات عمل ومنتديات إلى جانب الأنشطة التثقيفية والتوعوية. تنظيم المنتدى الاجتماعي العالمي في تونس في هذه الفترة سيكون نجاحه رهانا لكل التونسيين لتسويق صورة إيجابية بشأن ما تليه من مكانة للتحول الاجتماعي بعد الثورة.